زوجي ما يسمع كلامي، وبالاخير تستوي مشكله. واقول له يعني ما معنى لي ليتك سمعت كلام بس وتستوي مشاكل. شوفي، هي فكره ان ريل يسمع كلامك محتاجه الى شقين، انت تكونين حكيمه وهو يكون واعي انك حكيمه. في نساء مش حكيمات وبس سيطره وفرض شخصيه وتأمر وتملك. الرجال ما يحبون هاي الأطباع، فإذا هو يجب أن يكون واعي. إذا هو واعي أنك أنت حكيمة أو لا، هني بصراحة هو يكسب. هني هو اللي يحدد أنت أهل أنه ياخذ رأيك بكل المواضيع أو لا. أنا أتكلم من خبرة، لأن في آراء، في مواضيع الرجال يحب ياخذ راي حرمته بالعكس، والحرمه تاثر على زوجها. وهذه كلمه ايضا للرجال، اشركها في امرك، لان دائما نظره المراه لها نظره اخرى من زاويه اخرى. ليش في المؤسسات قاموا يحطون حتى في المناصب القياديه نساء؟ لان نظرتهم فيها نظره مختلفه من جانب اخر، تتعاون مع الرجل لنجاح المشروع.